الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في متن الآية الرومية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب الاستثناء. قال: وحقوق الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوا وسواء وخلا وعدا حاشا. المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاماً موجباً، نحو: قام القوم إلا زيداً، وخرج الناس إلا عمراً. وإن كان الكلام منفياً تاماً جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو: ما قام القوم إلا زيد وإلا زيداً. وإن كان الكلام ناقصاً كان على حسب العوام، نحو: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيد، وما مررت إلا بزيد. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، وهو العطف، عطف الشيء على بعضه يسمى ثنيا. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام إلا أو إحدى أخواتها. وإلا هي أم الباب، أصل الاستثناء أن يكون بإلا. المستثنى بإلا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون بعد كلام تام موجب، بعد كلام تام موجب. ما معنى التام؟ يعني أن الجملة أخذت أركانها من الفعل والفاعل. ومعنى موجب أي لم يصحبه نفي. ففي هذه الحال إذا كان الاستثناء بإلا بعد كلام تام، وعرفنا معنى التام أن يكون بعد تمام الجملة، أي أن يذكر المستثنى منه. إذا ذكر المستثنى منه يسمى كلاما تاما. ومعنى موجب لم يصحبه نفي. مثاله هنا يجب فيه النصب على الاستثناء، هذا ذكره الأول المؤلف. مثاله: قام القوم إلا زيدا. انظر، ذكر المستثنى منه أو لا قبل إلا؟ نعم ذكر، وهو القوم. فزيد مستثنى من القوم، إذن القوم مستثنى منه. إذا ذكر المستثنى منه يكون الكلام تاما. فهنا ذكر المستثنى منه ولم تسبق الجملة بنفي، فيكون الحكم وجوب النصب. فقام القوم إلا زيدا، ولا يصح إلا زيد وإلا زيد، ما يصح أبدا. فيكون تكون إلا استثناء، وزيدا اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. هذه الحال الأولى. الحال الثانية: إذا كان الكلام تاما منفيا، تاما عرفناها أنه ذكر المستثنى منه، تاما منفيا. لكن فرق بين الحالة الثانية والحالة الأولى أن الحالة الثانية يكون الكلام منفيا. فهنا ماذا قال المؤلف؟ قل: يجوز فيه البدل ويجوز فيه النصب على الاستثناء. يعني ما بعد إلا يجوز أن ينصب على الاستثناء، يجوز أن يكون بدل من المستثنى منه، ويجوز أن ينصب على الاستثناء. الأول البدل، جاز فيه البدل، فيكون بدل مما قبل إلا. إن كان ما قبل إلا مرفوعا صار هو مرفوعا، وإن كان ما منصوبا صار منصوبا، وإن كان مجرورا صار مجرورا.
مثاله يقول ما قام القوم، انظر ذكر المستثنى منه فسمينا ماذا؟ تاما، لكنه سبق بنفي سميناه منفيا. قال ما قام القوم إلا زيد، يصح البدل، فزيد بدل من القوم، القوم مرفوعة فيصبح زيد مرفوع على البدلية. وتقول ما رأيت، شوف منفية، القوم، ذكر القوم المستثنى منه إذن تام، إلا زيدا، ما رأيت القوم إلا زيدا، إلا زيدا يصح فيها أن تعرب، فتقول ما رأيت القوم إلا زيدا، وما رأيت القوم إلا زيدا أيضا منصوبة في كل حال. الأولى منصوبة على البدل، فالقوم منصوب، القوم يعني ما نافية، ورأيت فعل فاعل، القوم مفعول به منصوب على النصب فتح الظاهرة على آخره، وإلا أداة استثناء ملغاة، وزيد بدل من القوم منصوب على النصب فتح الظاهرة على آخره، إذن نصبناه على البدلية. ويصح أن تعربه إعرابا آخر وتقول إلا أداة استثناء وزيدا مستثنى منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتقول أيضا وما مررت بالقوم، أو ما مررت بالقوم إلا بزيد، فزيد إذا كان بدل يكون مجرورا، ويصح أن تقول إلا زيدا. وهذا الحالة الثانية يجوز فيها البدل والنصب على الاستثناء، وما هو أرجح؟ المؤلف قال يجوز، والأرجح هو البدل. لماذا؟ لأنه هو الذي جاء في القرآن، قال تعالى ما فعلوه إلا قليل، يصح في غير القرآن إلا قليلا على النصب على الاستثناء، لكن الوارد في القرآن إلا قليل أنه بدل من الواو الضمير المرفوع فأصبح مرفوعة. فائدة الآن، نحن في الحالة، في الحال الثانية، إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان الاستثناء منقطعا وجب النصب ولم يجز الوجهان. ما هو الاستثناء المنقطع؟ المنقطع هو الذي يكون فيه ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها، فمثلا تقول قدم القوم إلا حمارا، فانظر هنا الجملة مثبتة، مثبتة ومذكور المستثنى منه، فقال لا حمارا، هذا وجوب النصب على الحال الأولى، فالحمار ليس من جنس القوم، في هذه الحال يجب النصب، يعني كأنه يصبح من الحال الأولى. قال ابن مالك رحمه الله مستثنة إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع، يعني عن بني تميم أنهم يرون أن المنقطع كالمتصل يجوز فيه البدل ويجوز فيه النصب على الاستثناء. الحالة الثالثة إن كان الكلام ناقصا، إن كان الكلام ناقصا، كان على حسب العوامل، ناقص يعني ماذا؟
أنه لم يذكر المستثنى منه ويكون أيضا منفيا. مثاله: ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هنا منفية والمستثنى منه لم يذكر، إذن تكون على حسب عوامل، فتلغي ما تشطب عليها وتشطب على إلا، تصبح الجملة عندك ماذا؟ قام زيد، فتعرب قام فعل وزيد فاعل. وشبه النفي مثل الاستفهام، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا وصلت فتصبح الجملة: جزاء الإحسان الإحسان، فتعربها مبتدأ مضاف إليه خبر، أو تعكس مبتدأ مؤخر الإحسان وجزاء الإحسان. هذا ما يتعلق بإلا. قال: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء سواء مجرور لا غير. هذه الأدوات الأربع كلها أسماء. المستثنى بها يعني ما أتى بعدها مجرور، المستثنى بها مجرور دائما. أما غير، الآن نتكلم على غير، هي تظهر عليها، نتكلم عن غير، حكمها حكم المستثنى بإلا. حكم هذه الأدوات يا أخوان حكم المستثنى بإلا، إذا سبقت بكلام تام موجب يجب فيها النصب، وإذا سبقت بكلام تام مقرون بنفي جاز فيها الوجهان: البدل وهو أرجح، والنصب على الاستثناء. وإذا سبقت بكلام ناقص يعني غير تام ومنفي تكون على حسب العوام. أما المستثنى بها فهو مجرور كما قال المؤلف، مجرور لا غير. فتقول مثلا: قام القوم غير زيد. نحن نتكلم عن غير، هل تقول غير ولا غير ولا غيري؟ أما المستثنى بها يكون مجرور، زيد مجرور. الآن نريد أن نستثني من؟ نستثني زيد، فتقول: قام القوم، والقوم من ضمنهم زيد، فالآن تريد أن تخرجه فتقول: قام القوم، يتطرق للذهن أن زيد معهم، فتقول: غير زيد، يعني أنه لم يقم. فهنا يتكلم عن ماذا؟ عن حركة هذه الأداة غير. فحكم حركة هذه الأداة قالوا حكم المستثنى بإلا، ينطبق عليه الحالة الثلاث السابقة. فالآن عندنا كلام تام وموجب يعني غير منفي، وذكر المستثنى منه، إذن هو تبع الحالة الأولى، والحالة الأولى يجب فيها النصب. فعلى طول تقول: قام القوم غير زيد. ننتقل إذا جئت عباق: ما قام القوم، انظر المستثنى منه موجود لكنها منفية، إذن من الحال الثانية، فتقول: ما قام القوم، يصح غير زيد ويصح غير زيد، يصح غير زيد على البدل، القوم مرفوعة فما بعد إلا يكون مرفوع، إذن نطبقه على حركة غير وتصبح مرفوع. ويصح ما قام القوم غير زيد على الاستثناء. طيب الحالة الثالثة تقول: ما قام غير زيد، ما قام غير زيد، هذه من الحالة الثالثة، كلام ناقص يكون على حسب العوامل،
فنشطب على ماء فتكون ماذا؟ منفية. وإلا نشطبها يكون على حسب العوامل كما مر في الحالة الثالثة في إلا. فننظر نقول قام غير تكون فاعل وزيد مضاف إليه. طيب قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد وعدا عمرا وعدا عمر وحاشا بكرا وحاشا بكر. المستثنى بهذه الأدوات يجوز فيه إجهام كما قال المؤلف. النصب دائم والجر دائما يجوز هذا ويجوز هذا. فإن جعلت هذه الأدوات أفعالا فالنصب، إما تجعلها أفعال فيكون الحكم النصب، وإن جعلتها حروفا حروف جر أصبح الجر، لأنهم وجدوا العرب أحيانا تنصب وأحيانا تجر فخرجوا هذا التخريج. مثال قام القوم خلا زيد، هذا على الجر، خلا حرف جر، زيد اسم مجرور. أما على النصب خلا زيدا فإنها تكون أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا لا يمكن أن يظهر في اللغة العربية لأن العرب لم تنطق به. طيب قام القوم خلا زيدا، فخلا فعل ماض مبني وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا حكمها، يجوز فيها نصب ويجوز فيها الجر. لكن إذا قرنت بماء المصدرية تعين النصب، فعندما تقول ما خلا وما عدا وما حاشا تكون أفعالا لا حروف. إذن إذا سبقت بماء تكون أفعالا، إذن يتعين ماذا؟ النصب. قال المؤلف رحمه الله باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. المعنى أن حكم لا النافية للجنس أنها لا تعمل النصب إلا في اللفظ المنكر اسم لها، فيكون اسمها منصوب متى؟ إذا كان نكرة، وستأتي شروط أيضا. والرفع للخبر يكون خبرا لها إذا كان نكرة. إذا قال اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين متى؟ إذا باشرت لا النكرة، أي لم يفصل بينهما فاصل. والشرط الثاني لم تتكرر في الجملة لا، نحو لا رجل، انظر لا نافية للجنس، رجل اسمها منصوب مبني على الفتح، فهنا قلت لا رجل في الدار، باشرت النكرة ولم تتكرر لا، إذن تعمل
بها. طيب إذا لم تباشرها، يعني إذا لم تباشر لا النكرة، قال المؤلف يجب الرفع. تقول لا رجل، تقول لا في الدار رجل. إذا فقدنا المباشر بين النكرة ولا النافية نقول يجب، يقول المؤلف يجب الرفع. فتقول لا في الدار رجل، قال لك أيضا يجب تكرار لا. ما يصح أن تقول لا في الدار رجل وتسكت، يقول المؤلف لا بد أن تكرر لا، فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب فإن تكررت، يعني جتنا جملة فيها لا مكررة، قال فإن تكررت يجوز لك الإعمال ويجوز لك الإلغاء. فإن جئت قلت لا رجل في الدار وامرأة على الإعمال، شوف لا مكررة، لا رجل لا امرأة. وإن شئت قلت على الإلغاء لا رجل في الدار ولا امرأة. إذن لا نافية للجنس تعمل في النكرات، فعملها النصب كعمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. فقوله النكرات اعلم أن لا تنصب النكرات، أي لا تنصب المعارف، فعملها محصور بالنكرات. قوله بغير تنوين أي لا ينون اسمها أبدا، فتقول لا رجل قائم، ولا تقول لا رجلا قائم. إذن لا النافية للجنس تنصب بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون معمولاها اسمها وخبرها نكرتين. الشرط الثاني أن تباشر النكرة. الشرط الثالث ألا تتكرر. مثاله كما مثل المؤلف لا رجل في الدار، لا نافية للجنس، ورجل اسمها مبني لأن المفرد هنا يبنى على ما ينصب به، فرجل ينصب وعلامة نصبه فتحة لأنه اسم مفرد، نقول مبني على الفتح في محل نصب، ولا تقول منصوبا. في الدار جار مجرور متعلق محذوف تقديره كائن خبرها. لو قال قائل لا رجل القائم خطأ. لماذا؟ لأن خبرها لا بد أن يكون نكرة. طيب الآن يريد ماذا؟ يريد أن يتخلى عن الشروط. الآن قلنا الشروط كم؟ ثلاثة، أن يكون معمولها نكرتين، أن تباشر النكرة ألا تتكرر. إذا كان معرفة لا تعمل فيها لا النافية للجنس، يجب الرفع. هنا قال فإن لم تباشرها، شرط المباشرة، فإن لم تباشرها قال ماذا؟ قال يجب الرفع يعني الإلغاء، ويجب أيضا عنده تكرار لا. إذا لم تباشر لا النكرة يجب أمري، يجب أمران على رأي المؤلف، الأول الرفع والثاني تكرار لا. مثاله لا في الدار رجل، لابد أن تقول ولا امرأة. رجل لم تنصب، لماذا؟ لأنها فقدت شرطا من الشروط وهو المباشرة. شوف أتى بعد لا الجار المجرور في الدار، بعدين أتانا النكرة، إذن ليس هناك مباشرة. لا نافية ملغاة، وفي الدار جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، يعني كان الجملة رجل في الدار
لكن قلت قدمت أخر، قلت في الدار رجل، فيجب على كلام المؤلف الرفع والتكرار، فلا يجوز أن تقول لا في الدار رجل تسكت، فلا بد أن تقول ولا امرأة، وهذا أحد القولين في المسألة. فقال بعضهم إذا لم تباشر يجب الرفع ويستحسن التكرار، وهذا أرجح لأنه أسهل، فيجوز أن تقول لا في الدار رجل. طيب، قال فإن تكررت، هذا عكس لم تتكرر، عكس الشرط، قال جاز الإعمال والإلغاء، يجوز إعمالها ويجوز إلغاء. فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة على الإعمال، وإن شئت تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. وقوله هنا إن تكررت يعني مع المباشرة، شرط المباشرة موجود، لكن المشكلة أين؟ أنها تكررت، لأن عدم المباشرة سبق أنه لابد الرفع على كلام المؤلف أيضا. طيب، مثاله لا لغو فيها ولا تأثيم. شوف، المباشرة موجودة لكن لا تكررت، وهنا في القرآن الإعمال. طيب، هذا ما يتعلق في باب لا النافية للجنس. نذكر مسألة أخيرة في باب لا النافية للجنس، وهي أن العلماء يقولون اسم لا النافية للجنس يكون مبنيا كما تقدم، فتقول لا رجل في الدار، رجل تقول لا النافية للجنس، ورجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، ولا تقول منصوب ما تقدم. إذن هذه حالة، اسم لا النافي للجنس يكون مبنيا وأيضا يكون منصوبا، لابد أن نعرف هذا. متى يكون، متى تقول اسم لا منصوب ومتى تقول اسم لا مبني على ما ينصب به؟ إن كان مفردا فهو مبني، وإن كان غير مفرد فهو منصوب. ما معنى المفرد هنا؟ معنى المفرد هنا هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإن كان جمعا، لكن إذا لم يكن مضافا وإذا لم يكن شبيها بالمضاف يكون مفردا، ولا علاقة لنا بالمفرد في غير هذا الباب، ما يقابل التثنية والجمع لا، هذا غير مراد. هنا المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وغير المفرد ما كان مضافا أو شبيها بالمضاف. المفرد يكون مبنيا وغير المفرد يكون منصوبا. طيب، إذا قلت لا رجل في الدار، هذا مفرد، لماذا؟ لأنه ليس مضاف ولا شبيها بالمضاف، لأن كلمة رجل ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف. ولو قلت لا رجلين في الدار، لا رجلين في الدار أيضا مفرد، لأنه ليس مضافا، رجلين ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، مع أنهم مثنى لا علاقة لنا بهذا. عندنا المفرد هنا ما ليس مضافا أو شبيها بالمضاف. وتقول لا مسلمين في البلد مثلا،
مسلمين مفرد، لأنه ليس مضافا ولا شبيها في المضاف. المضاف معروف، لكن الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه. فمثلا تقول لا ظالما للناس مفلح، ظالما شبيه بالمضاف ليس مضافا. والفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف أن الشبيه بالمضاف ينون والمضاف لا ينون. هنا يقول لا ظالما للناس مفلح، وتقول لا صاعدا، صاعدا ماذا؟ تعلق به شيء تمام المعنى. لا صاعدا الجبل ضعيف، هذا هو الشبيه، الشبيه بالمضاف. إذن المضاف والشبيه بالمضاف ينصبان، فتقول مثلا لا ظالما للناس مفلح، ظالما اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومفلح خبر لا مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. لا صاعدا الجبل ضعيف، لا نافي الجنس، صاعدا اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ضعيف خبرها مرفوع، خبر لا مرفوع. طبعا صاعدا تحتاج إلى فاعل، والجبل مفعول به. هذا تكمل لباب لا النافية للجنس. قال المؤلف رحمه الله باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. المنادى في اللغة المدعو، وعند النحاة هو المدعو الذي اقترن بدعائه ياء النداء أو إحدى أخواتها. ياء النداء مثل يا رجل، وإحدى أخواتها مثل أي رجل، وربما ينادى أيضا بالهمزة أرجل. قال المؤلف المنادى خمسة أقسام: أحدها المفرد العلم. المفرد العلم مذكرا كان أو مؤنثا، والمفرد سبق في باب لا أن المراد بالمفرد هناك المفرد ما ليس مضافا أو شبيها بالمضاف، وغير المفرد ما كان مضافا أو شبيها بالمضاف. هنا كذلك، هنا كذلك. فالمفرد نحو تقول يا محمود، يا محمدان، يا مسلمون، يا عائشتان، يا فاطمة، وهكذا يا رجال، هذه كلها مفرد. تقول رجال جمع، أقول لا، مفرد هنا المراد به ما ليس مضافا أو شبيها بالمضاف. إذن عندنا باب لا النافية للجنس والمنادى، إذا قلت مفرد يعني ليس مضافا أو شبيها بالمضاف، وإذا قلت غير مفرد يعني مضافا أو شبيها بالمضاف. طيب النكرة غير المقصودة، هذه الأنواع الآن: مفرد العلم والنكرة المقصودة. النكرة تقدمت مثل رجل،
مثل تقول يا رجل، النكرة غير مقصودة، مثل أن ينادي الإنسان شخصا نكرة لا يقصده هو بعينه، مثل أن يقول عما أو رجل واقع في حفرة يا ولدا أنقذني، أو يا ولدا دلني، أو يا رجلا دلني، وهكذا. إذن لا يريد رجل معين يقصده. المضاف مثل يا عبد الله، يا غلام زيد، يا عبد الرحمن، هذا مضاف. عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، وغلام مضاف، وزيد مضاف إليه، وعبد مضاف، والرحمن مضاف إليه. الشبيه بالمضاف تقدم هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، مثل تقول يا طالعا جبلا احملني معك، وتقول يا طالبا للعلم اجتهد، هذه شبيهة بالمضاف. أما عن حكمها، قال المؤلف: فأما المفرد والنكرة المقصودة ما حكمهما؟ قال: فيبنيان على الضم من غير تنوين. فتقول يا زيد، ولا تقل يا زيد، أو يا زيدا. إذن هو مبني على الضم في محل نصب. المنادى لماذا كان هو الأصل فيه النصب؟ لأنه على التقدير، مثلا تقول أن تقول يا محمد، التقدير أدعو محمدا، فأدعو فعل ومحمدا مفعول به، هذا هو الأصل. لكن وجدنا العرب تقول يا محمد فترفع تضم، فبالاستقراء وجدوا أن العرب إذا نادت المفرد العلم أو غير علم لكنه نكرة، لكنه مقصود، نكرة مقصودة، يعني تقول رجل وتريد رجل بعينه، فهنا شابه العلم بكونه دل على رجل معين بالقصد وأخذ حكمه. ما هو حكم العلم؟ حكمه أنه يبنى على ما يرفع به، وهنا قال يبنيان على الضم، فيه قصور، لأن الأصل في الرفع الضمة والباقي نيابة عنها. لو قال فيبنيان على ما يرفعان به لكان أولى. إذن يكون المعنى أنه يبنى على الضم أو ما ينوب عن الضمة في محل نصب منادى. والثلاثة الباقية اللي هي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه المضاف حكمهم، قال: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. إذن غير مبنية، منصوبة عطوا، منصوبة لا غير. إذا عندنا المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به في محل نصب منادى. أما النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف نقول منصوب على النداء أو منادى منصوب. طيب، فتقول مثلا يا محمد، هذا من القسم الأول، يا محمد علم، فتقول يا نداء، نداء محمد منادى مبني على الضم في محل نصب منادى. وإذا نطقت وأنت عربي فقلت يا رجل، تعرف العرب أنك تريد رجلا معينا، فتقول يا رجل،
يا نداء، ورجل منادى مبني على الضم في محل نصب منادى. لو كنت تريد أي رجل يأتيك لا تقل يا رجل، لأن هذه نكرة مقصودة، وأنت تريد أي رجل غير قصد معين فتقول مثلا، إذا أردت غير معين تقول يا رجلا، يأتيك أي رجل منهم فيكون رجلا نكرة غير مقصودة، يا حرف نداء، ورجلا منادى منصوب، لأنه من القسم الثاني، قال منصوبة لا غير، منصوب وعلامة نصب فتح الظاهرة على آخره. طيب إذا كان مضاف مثلا تقول يا غلام زيد أقبل، يا غلام زيد، يا حرف نداء، غلام منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وزيد مضاف إليه. طيب إذا كان شبيها بالمضاف يقول يا طالعا جبلا أغثني مثلا، فيا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وطالعا أو صاعدا منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. لو كنت تريد أن تنادي اثنين من الطلاب تقول يا طالبين أقبلا، يا طالبين، فيا حرف نداء وطالبين منادى طالب نكرة، صحيح نكرة، لكنهم أردت طالبين معينين فيكون منصوب منادى منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن تنوين في الاسم المفرد. طيب إذا كان غير معينين تبي أي طالبين، ماذا تقول؟ تقول يا طالبان أقبلا، فيا حرف نداء طالبان منادى مبني على الألف في محل نصب منادى، إن قلنا يبنى على ما يرفع به. هذا ما يتعلق في باب المنادى. قال المؤلف رحمه الله باب المفعول من أجله. قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لوقوع الفعل، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. هذا الباب يسمى المفعول له، ويسمى المفعول من أجله، المعنى واحد، يعني قد تسمع تقول مفعول من أجله، يقولون المفعول له بمعنى واحد. قال هو الاسم خرج به الفعل والحرف، والمنصوب خرج به المرفوع والمجرور، وقوله الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل خرجت بقية المنصوبات، وعلامته المفعول من أجله أو المفعول له أن يقع جوابا لكلمة لما. فلو تقول مثلا قام زيد إجلالا لعمر، إجلالا نعربها مفعول من أجله، ما العلامة المميزة لها؟ تقول لما قام زيد، الجواب إجلالا لعمر، هذا من باب التقريب، مثل ما قلنا في الحال
تقول جاء زيد راكبا حائط. طيب على متى اللي تقربها؟ لو قلت كيف جاء زيد تقول راكبا، إذا صح جواب لكيف يكون حالا، وإذا صح جوابا لكلمة ماذا يكون تمييزا. ثم أخذنا تصبب زيد عرقا، عرقا نعربها تمييز. طيب علامة المقربة لها لو سألت قلت ماذا تصبب زيد تقول عرقا، إذا صح جوابا لكلمة ماذا فيصبح تمييزا، وما صح أن يكون جوابا لكيف يكون حالا، وما صح أن يكون جوابا لما أو لماذا يكون مفعولا من أجله. فهنا قام زيد إجلالا لعم، لماذا قام زيد؟ إجلالا لعم. قصدتك ابتغاء معروفك، لماذا قصدتني؟ ابتغاء معروفي مثلا. طيب الآن قام زيد إجلالا لعم، كلمة إجلال اسم ومنصوبة وذكرت لبيان سبب الفعل، لماذا قام زيد؟ إجلالا لعم. إذن هذه المفعول من أجله. فائدة: المفعول من أجله لا يكون إلا مصدرا. انظر قام إجلالا ابتغاء، كلها مصادر. المؤلف قال هو الاسم المنصوب. طيب الاسم المنصوب يشمل غير المصدر لكن قيده بالمثال، فلما أراد أن يمثل مثل بماذا؟ جلالا وابتغاء، بين بالمصدر. إذن فيكون المطلق في قول الاسم المنصوب مقيدا بالمثال اللي هو إجلالا وابتغاء. فتقول مثلا قام زيد إجلالا لعم، إجلالا مفعول لأجله منصوب على المفعولية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول معه. المفعول معه قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة، ثم ذكر بقية المنصوبات التي تقدم ذكرها. قال: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. إذن الباب الأخير الذي يذكره المؤلف في باب المنصوبات المفعول معه، قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. المفعول معه المفعول الذي سببه المعية، يعني المصاحبة. فعن الاسم خرج به الفعل والحرف، وقول المنصوب خرج به المجرور والمرفوع، وقوله الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل خرج به بقية المنصوبات. ولو قال المؤلف رحمه الله الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لكان أوضح وأحسن، لأن قوله الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل يشمل أيضا حروف العطف مثل قام زيد وعمر، قام زيد وعمر، فعمر وزيد اشتركا في القيام. وأما قوله المنصوب يمنع هذا الإيراد الذي أوردناه أنه يشمل العطف إذا كان مرفوعا. ومثل له المؤلف رحمه الله بقوله جاء الأمير والجيش. هنا لاحظ جاء الأمير
والجيم. الواو هذه إما أن تكون واو معية أو تكون واو عاطفة. فهذا المثال يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا أردت العطف تقول جاء الأمير والجيش، هم مشتركة في المجيء. ولك أن تقول جاء الأمير والجيش، إذا قلت الجيش أفهم أنك تريد أن هذا الواو واو المعية وأن الجيش مصاحبا للأمير. وإذا قلت جاء الأمير والجيش لا يدخل في هذا الباب، أخذنا في باب المعطوف أو باب العطف. جاء فعل ماض مبني على الفتح، الأمير فاعل مرفوع عن طرف يضم الظاهر على آخره، الواو المعية، والجيش اسم منصوب بواو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم ضرب مثالا آخرا، ضرب المؤلف المثال الأول يبين أنه يحتمل أن الواو تصح أن تكون عاطفة وتصح أن تكون للمعية، وضرب المثال الثاني ليبين أن هذه الواو لا بد أن تكون واو المعية ولا تصح أن تكون واو عطف. قال استوى الماء والخشبة، في السابق البير يضعون فوقه خشبة، فالماء يرتفع 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 إلى أن يساوي، يرتفع إلى أن يساوي ماذا؟ الخشبة. فيقولون إذا قال استوى الماء والخشبة، من هو المرتفع؟ الماء. إذن لا يصح أن تقول استوى الماء والخشبة، فالخشبة لم تستوي لم ترتفع أصلا. إذن هنا لا يصح ماذا؟ لا يصح العطف، لأنك إذا عطف اقتضى الأمر أن يكون أن تكون الخشبة أيضا مستوية مرتفعة، وهذا غير مقاد. إذن الخشبة الواو حرف عطف، عفوا الواو المعية، والخشبة اسم منصوب بواو المعية وعلم نصب الفتحة الظاهرة على آخره. يقول العلماء الأصل في العطف، الأصل في هذه الواو أن تكون عاطفة إلا لسبب، مثلا قلت جاء زيد وعمر، أفصح من قولك جاء زيد وعمرا، لأن جاء زيد وعمر على الأصل. أما إذا كان ضمير، مثلا لو قلت قمت وزيدا، هذه أفصح من قولك قمت وزيد، إنك تعطف على ضمير. إذا عطفت على اسم ظاهر الأفصح أن تجعلها واو عاطفة، وإذا عطفت على ضمير الأفصح أن تكون واو معية. كل واو عاطفة يجوز أن تجعلها للمعية، إلا إذا كان الفعل لا يقع إلا من اثنين، إلا إذا كان الفعل لا يقع إلا من اثنين فيتعين ماذا؟ العطف. فلو قلت مثلا تشارك زيد، شوف تشارك هذا الفعل لا يتصور إلا من اثنين أو أكثر. إذا قلت تشارك زيد لابد أن تقول مثلا وعمر، لا تقول وعمر، لأن هذا الفعل يتطلب اثنين. فإذا قلت تشارك زيد وعمر عرفت أن المتشاركين هؤلاء زيد وعمر، زيد مشارك وعمر أيضا مشارك، إذن هي واو عاطفة.
هذا ما يتعلق بالمنصوبات. قال المؤلف رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. قال: والمخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. ذكر المؤلف رحمه الله أن الأسماء المخفوضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يخفض بالحرف، مثل فرحت بمحمد. محمد مخفوض بالباء، إذن مخفوض بالحرف. والقسم عن حروف الجر جميعا. القسم الثاني مخفوض بالإضافة، تقدمت كثيرا الإضافة، تقول مثلا غلام زيد، قدم غلام زيد، فزيد مخفوض لأنه مضاف إليه. والقسم الثالث مخفوض بالتبعية، يعني يكون من التوابع، مثل ذهبت بخالد المجتهد، أو مررت بزيد العالم. فالعالم نعت لزيد، وهذا كله تقدم. قوله بواو رب، لأن الحروف جميعا تقدمت إلا واو رب ومذ ومنذ. واو رب هي التي تأتي بمعنى رب، يعني واو تأتي بمعنى رب، كقول امرئ القيس: وليل، ابتدأ الكلام بالواو وأتى بعدها مجرور، وليل كموج البحر أرخى سدوله. إذن هي واو رب، نقول معنى تقدير الكلام: ورب ليل كموج البحر. فالواو واو رب، وليل اسم مجرور بواو رب. ومذ ومنذ، تقول مثلا: ما رأيته مذ يوم كذا، أو ما رأيته منذ يوم كذا. فما بعدهما مجرور بهما. قال المخفوض: وأما ما يخفض بالإضافة، هذا النوع القسم الثاني، ما يخفض بالإضافة، قدم المخفوض بالحرف. قال: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يخفض بالإضافة على قسمين: ما يقدر باللام، وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، باب ساج، خاتم حديد. الإضافة تكون على تقدير اللام، مثلا تقول غلام زيد، ما معنى الكلام؟ يعني غلام لزيد، هذا معنى الكلام. هي إضافة، متفق على أنها إضافة، لكن ما معنى التقدير فيها؟ نقول غلام لزيد. إذا قلت غلام زيد يعني المعنى غلام لزيد. وإذا قلت ثوب خز، يعني حرير،
ثوب خز يعني ثوب من خز، وخاتم حديد أي خاتم من حديد، وهكذا. بقي شيء واحد لم يذكره المؤلف من التقديرات، وهي هو ذكر أن الإضافة تكون على تقدير الله وتكون على تقدير من. الثالث الذي لم يذكره تكون إضافة على تقدير في، كقوله تعالى بل مكر الليل، انظر مكر الليل مضاف ومضاف إليه، مكر مضاف والليل مضاف إليه. ما تقدير الإضافة هنا؟ على تقدير أي حرف من حروف الجر؟ يقولون هنا على تقدير في، أي بل مكر في الليل ومكر في النهار. أما المحفوظ بالتبعية فقد تقدم في التوابع. هذا آخر ما تعلق بهذا المتن بتعليق يسير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.